اهلا بيكو. الفستان الابيض الجميل ده بصراحة عجبني جدا. احنا النهاردة بنعمل التصميم بتاعه. في الفيديو اللي فات هتلاقوه تحت صندوق الوصف انا عملت باترون الامام بتاعه، وعرفنا ازاي نقراه باترون من صورة او من تصميم، ازاي اقدر اعرف تفاصيله كلها اللي جوه واللي بره. في الفيديو اللي فات عملنا ازاي باترون الامام، الفيديو ده هنعمل باترون الخلف والشرايط بتاعته، بعد كده هنقفله كمان ونعرف القماشة اللي احنا هنستخدمها. اللي اول مرة يشوفني انا نانيس محمد يحيى، وانتوا بتشوفوني على اصفر فاقع. يلا نبدأ ونعمل باترون الخلف. في باترون الخلف فيه قطعة واصلة بين تحت الصدر لحد الوسط بالظبط. القطعة دي ماشية بباترون في الباترون كله، قدام وورا. القطعة دي جامدة جدا، عشان كده هيبقى فيها حشو وتفاصيل كتير في الخياطة. بما ان القطعة دي قدام زي ورا، انا هاخد طولها من باترون القدام وهعلم في باترون الخلف بتاعي، وهعمل خط عمودي علشان هي عمودي، خط عمودي على الظهر، هي عمودية يعني افقية مفيهاش اي منحنيات من ورا. بعد كده هقصها بالمقص، وكمان هشيل البنس، هشيل كل البنس وهيبقى مكانها خياطات، لان القطعة دي ناحية الوسط جامدة مفيهاش اي فراغ، مفيهاش اي براحة. تعالوا نشوف هعمل كده ازاي. هنا انا بشيل البنسة بتاعت الظهر اللي في نص الظهر، دي بنسة بتبقى 2 سنتي، بتبقى فراغ في الجسم. لما نيجي نبص في الظهر من الورا هيبقى فيه فراغ، علشان كده انا بشيل البنسة دي، انا مش محتاجها عشان الخط يمسك على الجسم، القطعة دي تبقى ماسكة على الجسم. بقية البنسة بتاعت الوسط انا هاخدها من الجنب، تقريبا اقل من 1 سنتي، هاخدها من خط الجنب واعمل خط جديد. وكمان في بنسة صغيرة عند الرقبة 0.5 سنتي، برضو هقصها واخدها. وكمان هيبقى عندي بنسة الكتف هصرفها في الرقبة، هفتح او هزود حرد الرقبة اقل من 1 سنتي، وساعتها البنسة هتتصرف وحدة الرقبة هتريح شوية. الفكرة هنا ان انا بشيل كل البنس والخياطات اللي في الباك، او بمعنى تاني انا بخلي الباك ما فيهوش غير خط النص بس، وما فيش اي خياطات تانية ناحية الكتف او ناحية الوسط، وفي نفس الوقت ما فيهوش براح، مظبوط جدا على الجسم. يبقى انا بصرف البنس وفي نفس الوقت بخلي الباترون مظبوط على الجسم. انا هنا هصرف البنسة بتاعت الكتف وهوسع شوية حردة الرقبة واعمل حردة جديدة. دي طريقة ظريفة جدا وسهلة ان انا اتخلص منها من بنسة الكتف، خصوصا لما يبقى الكتف عندي اصغر من عرض الظهر. انا عندي حرية ان انا اتصرف في كل البنس، اهم حاجة لما احط الباترون على القماش يبقى الباترون الورق بتاعي مفروض، ما فيهوش اي حتة ابه، كده يبقى انا باتروني مظبوط، وابقى عارفة ان كل بنسة هتتصرف فين، هتتفتح فين وتتقفل فين، يبقى انا كده باتروني ناجح مفيهوش اي مشكلة. كده تمام باترون الخلف خلص، هظبط الرقبة بتاعته ويبقى كده خلص. الجزء اللي فوق خلصان ما فيهوش خياطة غير في سنتر الباك، والجزء اللي تحت فيه خياطات مكان البنس، بعد كده هنقفله على القماش. دلوقتي ناقص اني اعمل الشرايط والفيونكة اللي تحت الصدر.
تعالوا نشوف هنكمل ازاي. اصحيح النوتشات مهمة جدا علشان كل قطعة تركب مظبوط في مكانها. تفاصيل الفستان هي اللي هتطلع الشكل النهائي حلو قوي. اي تفصيلة صغيرة هتقع هتعمل خلل في ميزان الفستان كله. جزء بتاع الظهر في كذا قطعة هيتخيطوا مع بعض، علشان كده النوتشات مهمة جدا. انا هنا هكتب كل قطعة هتتقص كم مرة علشان منساش وانا بقص على القماش. الظهر هيتقص مرتين والقطعتين اللي تحت كل واحدة فيهم هتتقص 4 مرات، مرتين علشان الجزء اللي فوق ومرتين علشان البطانة او الجزء اللي تحت. كده الكورساج كله خلص، الباك والفرونت. هعمل تشيك عليهم سريع واحطهم قدام بعض. بعد كده هنعمل الشرايط. الشرايط شريط كبير لافف تحت الصدر، وتلات شرايط عاملين فيونكة صغيرة فوق الصدر، تحت الصدر فوق الشرايط. خلينا نفتكر ونتأكد ان كلمة fold line يعني الجزء ده هيتقص على متني، مش هيبقى فيه خياطة، علشان كده مفيش فيه سنتي خياطة. الجزء ده مهم جدا لان ساعتها مش بحسب سنتي الخياطة. يلا نعمل الشريط او الجزء اللي تحت الصدر. الجزء ده على قد تحت الصدر جدا، علشان كده انا هاخد البراح بتاعه او هاخد العرض او الدوران بتاعه من الاجزاء اللي انا قصتها، لانه هيركب فوق الاجزاء دي. علشان كده هجمع الاربع اجزاء اللي تحت الصدر، وبعد كده هعمل الشريط بدوران الجزء ده. تعالوا نشوف انا هعمل كده ازاي. انا لما جمعت الاجزاء دي طلعت 47. 47 هيبقى نص الجسم، يعني انا برضو هقصه على مجوز او فولد لاين. هعمله بدوران 47 وهعمله بعرض 2 سنتي في 2 سنتي، يعني يبقوا 4 سنتي من غير سنتي الخياطة. لسه هضيف سنتي الخياطة، يعني لما اضيف سنتي الخياطة هيبقى 6 سنتي. انا هنا ما ضفتش سنتي الخياطة في اي جزء من البطرون، يعني كل الاجزاء دي اللي انا عملتها من غير سنتي خياطة. عشان كده انا هرسم برضو الشرايط من غير سنتي الخياطة عشان تبقى كل الاجزاء زي بعضها. بالنسبة للفيونكة اللي تحت الصدر دي 3 شرايط راكبين فوق بعض. شريطة اللي في النص تقريبا عند نقطة الصدر بين نقطتين الصدر، وشريطة اكبر منها من الجنبين كل واحد بسنتي ونص او 2 سنتي، وشريطة التانية اصغر منها ب2 سنتي او سنتي ونص برضه. علشان كده انا ويمت ال3 شرايط دول بالنسبة لنقطة الصدر علشان اعرف عرضهم قد ايه. واحده فيهم 40 والثانيه 44 والثالثه 48. لما هعملهم وهركبهم فوق بعض هيدوا نفس الشكل بالظبط. وطبعا ال3 شرايط دول عرضهم هيبقى 2 سنتي زي الشريطه اللي تحت الصدر. انا كده خلصت كل اجزاء الكورساج. دي كلها اجزاء الكورساج. الشريطه بس اللي تحت الصدر انا هقسمها نصين. ليه؟ لاني هركبها جوه الخياطات، هي هتبان اكتر ساعه التقفيل. ممكن اركبها فوق الجزء اللي هو ملفوف على الوسط ده، بس انا وانا بخيط حبيت اركبها جوه الخياطه اللي تحت الصدر. طبعا دي حرية، عايزين نركبها كده تمام، عايزين نركبها كده تمام، المهم الصورة تطلع مظبوطة بالظبط والتصميم يطلع ما فيهوش اي غلطة. طبعا التصميم لسه في اجزاء تانية في البطرون، في الكمام وفي الجبونة اللي تحت او الجزء اللي تحت بتاع الشيبة،
وكمان لسه في التقفيل ونعرف شكل القماش اللي انا هستخدمه، وكمان القماش اللي هستخدمه جوه الحشو بتاع الجزء اللي مسك. في تفاصيل تانية كتير استنوها معايا في الفيديوهات اللي جاية. انا كده خلصت فيديو النهاردة، ولو في اي سؤال سيبوه تحت في الكومنت وانا هبقى سعيدة جدا بالرد عليه. ما تنسوش السبسكرايب واللايك للقناة. اشوفكم ان شاء الله الفيديو الجاي على خير. سلام.